دائما بالختام عندنا شيء مشروع وموهبة مميزة. أكيد زينب، دائما بنسلط الضوء على المشاريع الصغيرة اللي بتكون هي مشروع صغير، فرد حب ينمي موهبته بتصير مشروع أساسي يكون معيل لإله ولأسرته. لا نحكي أكثر عن هذا الموضوع، أهمية المشاريع الصغيرة، كيف الصبية فعلا فيها تعمل مشروع الخاص وتأسس وتنجح فيه. معنا الصبية أريج يوسف من صافيتا، بدأت العمل بالكروشيه بعام 2009، كانت عم تعمل هيك قطعة جميلة لبعض الأشخاص بحياتها وصار مشروع الأساسي وبتسوق لها عبر الإنترنت. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. يسعد صباحكم، يسعد صباح متابعين الفضائية السورية، وتحية خاصة لصافيتا وأهلي بصافيتا. أكيد، ونحن بنقول لهم كمان أهل صافيتا اللي عم يشوفوكي هلا صباح الخير. خبرينا أول شيء كيف كانت البداية، كيف بدأت الفكرة، كيف طورتي هذا الشغل ليصير عندك قطع مميزة؟ هلا بداية بذكر كنت صغيرة، كانت ماما كثير تشتغل أشغال للبيت لإلنا، فصار عندي فضول إني أتعلم الكروشيه منها، وعلمتني هي الخطوات الأساسية والمبادئ الأساسية إلها، وشوي شوي صار شغلي يتحسن. بال 2012 حبيت أعمل أشياء جديدة، أفكار حديثة أكثر، كرمال بنت خيتي الصغيرة، هاي مريومة إن شاء الله تكون عم تشوفنا. أكيد بنوجه لها تحية. وبعدين بال 2019 حبيت بلش بشكل جدي أكثر، استثمر الهواية بشيء مفيد أكثر، فعملت صفحة على النت وعملت لوجو إلي وبلشت شارك شوي شوي بمعارض متنوعة، هيك بلشنا. هلا عم نشوف زينب على الطاولة قطع وشغل وألوان كتير حلوة، عم استحليتي لليلي عم نشوف. خلينا نحكي قديش بالبداية يعني مشوارك كان في صعوبات واجهتك تحديات، خصوصا لما يكون المشروع فردي وانت مبلشة لحالك. هلا اكيد التحديات الكبيره بتكون انه انت شفايتي على شيء جديد ما بتعرفي كثير عنه، فبدك تاخذي خطوات جريئه وشجاعه بهالموضوع، بدك تنظمي افكارك، تعرفي شو بدك تعملي، شو بدك تشتغلي، واكثر شيء بيواجهك التسويق. يعني التسويق هو استمراريه شغلنا او عدمه. صحيح. طيب خبرينا، نحن جايبتي لنا كثير قطع اليوم، بيننا فساتين خلينا نقول للصغار وحتى ديكورات يعني للمنازل. خلينا نبلش بغطايا الطاولات او الترابيزات، كمان عندك كروشيه. هلا هيك ثلاث قطع. ايه هلا هي بتيجي اكثر من قطع، انت فيكي هي تعملي فيها حركات كثير. انا هدول بتعرفي بذكروني بالبيوت بين ستنا او جدنا، بتحسيهم كانوا فعلا هذا شيء اساسي موجود ورجع يرجع هلا، وحتى عم بحطوهم على الكنبايات. يعني عم يعني في خطوات كثير، في اشياء كمان انا حبيت جيب هيدا اللون، هو الاوف وايت او السكري من الواني كثير مفضله بالاضافه الى الجرين، بس في الوان كثير ممكن الواحد يعملها يعني بالقطع بالاشياء هيدي. هلا في مثلا كمان ممكن مشاركه الاقمشه مع الخيط، الاقمشه مع الخيط هيدا يعني بيبي. كمان هي ايه هي فكرة كتير ظريفة وحلوة انه الواحد يدخل اكثر من نوع من النسيج مع بعض. كيف عم تكون ردة فعل الناس على شغلك؟ عم نشوف قطع حلوة، وخصوصا الولاد هلا في قطع للبيبيات، صعب يعني لما تشتغلي لاعمار صغيرة صعبة. ايه كيف بدك ترضي هي الاذواق؟ يعني عم نشوف اكثر من موديل. بحاول قدر الامكان اني اعطي الاشياء اللي ممكن الناس ترغب لها، الالوان مبعددة، لانه ممكن كل واحد فينا ذوقه الخاص شكل يرغب بشي لون مختلف، وبحاول قدر الامكان ضيف لمستي الخاصه فيه. بالنهايه هي قطعه الاشغال اليدويه حلاوتها انه انت عم تلبسي شيء فريد ما عم يتكرر بقطع كثير ثانيه. ممكن دخل اشياء ثانيه مثل هيك رسمات او شيء مثلا فوق. تماما اوكي. ممكن استخدم تداخل الالوان فرضا مثل هيك شيء. عم نطبق الجاكيت مع الطاقيه، طلعت الالوان كلياتها يعني حلوه. حتى ممكن نستخدمها كمان بالاكسسوارات بالاكسسواريز. كثير ظريفه الفكره انه مثلا هيك شيء للشعر، للصبايا الصغار خلينا نقول، لانه بيحبوا يعملوا شعرات. ايه هيك شيء مثلا. هلا انا اكثر شغلي عملتي بوندات؟ هلا بعمل اكيد، في جزادين، في اشياء، بس هيدا اللي كان متوفر معي اللي جبته اليوم. في هيك شيء كمان مثلا اكسسوارز للصبايا. كمان هلا انا كثير بحب
البيبيات فاغلب شغلي اغلب شغلك هو هذا اللي عم نلاحظه انا وزينب كل القطع اللي كان مشينا اغلب شغلي للبيبيات بحبه كثير. هدول شو حلقات؟ حلقات ارجلنا يا هون خلينا نشوفهم كمان هدول للصبايا الكبار والصغار خلينا نقوم كمان زهير هدول مع هدول هدول طعم هدول. نور طبقت فورا لبنتها كمان في هيك شيء مثلا جرابات صغيرة هي بيبي نيو بورن شغل هيك هلا حسب القطعة وحسب الخيط كل ما كانت القطعة أكبر بتاخذ شغل أكثر وكل ما كان الخيط أرفع بياخذ شغل أكثر أكيد هلا القطعة الصغيرة بتاخذ شغل أقل والخيط التخين أكثر بياخذ شغل وقت أقصر يعني هلا أكثر شيء مطلوب من عندك شو يعني بتعم الناس ممكن تقول لك انه في موديل معين ديزاين معين تعملي لهم اياه تطبقي لهم اياه لاولادهم او حتى لهم هلا بشكل عام انه في ناس بترغب في ناس بتحب الموجود هذا حلو مع الثياب جابين هلا في ناس بتحب انه بتشوف اللي عندك بتعجبها الافكار بتطلب منها الوان ثانيه في ناس بتشوف شيء مثلا على النت بتشوف شغلات محدده صحيح. بتطلبها مثلا حسب يعني هذا الشغل ولا لا هذا وجه هذا غطى طاولك هذا مع الطقم ولا لحاله هلا ممكن انه مع الطقم ممكن لحاله حسب شو بتحب يعني حسب اذا عنده قطع مفرده بالديكور البيت او لا طيب يمكن كثير القطع اللي انت بتسوقيها اهم شيء بيقولوا المصداقيه تكون القطعه أكيد. مثل ما هي عليك كيف عم يكون رده فعل العالم مع القطع اللي عم هلا الحمد لله انه مبسوطين فيها احيانا مثلا بس بصافيتها ولا عم توزع لغير محافظة هلا انا في معارض عم شارك فيها هون بالشام بسوق الفصول الاربعه لشغل الايد كثير حبيت التعاون معهم بتشكرهم اداره السوق الدكتوره سحر ومدام هناء كثير جروب حلو وانبسطت كثير بالشغل معهم وبحاول انه كل ما صار معرض عندهم اني شارك فيه طيب خلينا نحكي الكروشيه هو اساسا يعني بده شغل متعب ومكلف خيط الكروشيه صح الاسعار كيف عم تكون يعني نوعا ما عم تراعوا ظروف الناس بيكون بما انه ما في وسيط يعني التسويق عم يكون عبر الانترنت يعني ما في عندك مثلا تاجر صح. جمله او نصف جمله ليكون في له مربح هون الاسعار عم تكون نوعا ما معقوله يعني هلا انا بحاول قدر الامكان تكون الاسعار ضمن المعقول اكيد طبعا بدي راعي تكلفه القطعه طبعا لانه هي كمان مثلا حسب الخيط الخشب بتحطي حسب الخيط المواد الاوليه اللي بتستخدميها وبدي راعي بنفس الوقت انا تعبي او شغلي على القطعه يعني صحيح. القطعه اللي بتاخذ مثلا شغل ساعه ممكن اللي بتاخذ ساعتين ممكن اللي بتاخذ يومين ممكن اللي بتاخذ شهر نعم فهيدا الشيء بحاول قدر الامكان كمان راعي ظروف الناس بالتكلفه اكيد طيب شو بيميز يمكن العلامه اللي انت اخذتيها او الماركه او البراند اللي انت اخذتي اليوم من قطعك ان كان الاتقان بالشغل الالوان في شيء مميز انت بيميزك عن غيرك لانه الكريشيه صراحه صار أكيد. الكل عم بيحاول انه يسوقه ويشتغل فيه فانت شو بيميزك عن غيرك هلا انا بصراحه اغلب الموديلات اللي بجيبها هي من الاشياء الرائجه على اليوتيوب او على النت بس بحاول غير فيها ضمن لمستي الخاصه يعني مثلا الفستان هيدا موجود بس انا اللي ضفت له مثلا لمسه من عندي هي البابيوني وهيدا هذا كثير حلو تماما هلا يعني انا كمان انتقائي للالوان او نوع القماشه او حتى الزر اللي بنحطه او بنستخدمه شرايط الساتان اللون هي هون بتصير لمستك الخاصه احيانا ممكن ابدع بفكره من عندي مثلا مو وارده يعني قطبه معينه او شغله معينه البراند تبعي انا اخترته هلا انا اسمي اريج بس بالعيلة كثير بينادوني جيجي باسمك جيجي كروشيه فكرمال هيك عملت جيجي كروشيه حلو شاركتي بعدة معارض خلينا نحكي عن ردة فعل الناس وعن مشاركتك بهي المعارض لما يكون التفاعل مش فقط عبر الانترنت وجه لوجه بيكون في مشاعر ملموسة نوعا ما لتشوفي قديش الناس فعلا مبسوطة بشغلك هلا تجربتي الأولى كثير كانت كثير هيك ستريس وكان كثير فيها توتر وخايفة كونها أول خطوة بتذكر كانت ردات فعل كثير حلوة بس كنت كثير انا متوتره وفزعانه بس الحمد لله كانت تجربه كثير حلوه وشجعتني اني كفي المشوار بسوق الفصول الاربعه جوهم كثير رائع وكثير حبيت الشغل بالمعرض لحتى انه لدرجه تقريبا اكتفيت معهم بس انه كثير التفاعل مع الناس اكيد كثير حلو بتاخذي افكار منهم بتعرفي رغباتهم
حتى تبادل خبرات مع الأقسام الأخرى. تماماً، إنه مع زميلاتك اللي موجودات بالمعرض ممكن تاخدي منهم أفكار، تعطيهم أفكار، فالجو بشكل عام حلو. نعم. يعني أريج نحن انبسطنا كثير فيك، وخاصة أنه جاي من صافيتا. شكراً. يعني إن شاء الله هيك بنشوفك مشاركة بأهم المعارض، وتضل الكروشيه هي مشروعك الصغير الكبير خلينا نقول الناجح، وبنشجع كل حدا فعلا يبلش بمشروعه الصغير، لأنه فعلا هو تجربة استقلالية، خلينا نقول حتى فيها متعة، يعني صح. عم تشتغلوا بشغف شيء من حبه. أكيد. شكرا كثير لكم، وشكرا للفضائية السورية مدام إخبارية هناء. عفوا الإخبارية السورية سوري ولا مدام هناء العكش اللي أتاحت لي فرصة اللقاء معكم. وبتشكر كثير زوجي وصديق طفولتي سامي، لأنه هو الدعم الأكبر إلي بكل خطوة بعمله وأي شيء بحبه. نوجه له أكيد تحية، لأنه دائما لما تكون الإمرأة ناجحة في مجال عملها فبيكون حدا فعلا عم يدعمها ويكون سند إلى. نتمنى لك التوفيق. شكرا كثير. نتمنى لك المشاركة كمان مش فقط في معارض جماعية، يكون لك معرض فردي في سوريا وخارج سوريا. نتمنى لك التوفيق أريج يوسف، مصممة كروشيه. شكرا كثير لك. شكرا كثير لك. شكرا لك.